واحد جوج ثلاثة جو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمينة تورونتو. اليوم إن شاء الله جيت غنشارك معكم هالطبق اللي تتشوفوا معايا اللي تنقد فيه. هذه عرادة دايرينا في المدرسة ديال كل واحد يجيب شي حاجة، وميونس اقترح علي أنني ندير شي حاجة مغربية، قلت لي أوكي علاش لا، قالت هما عارفين أصلا تيجيبوا الخضرة بزاف وما تيعتمدوا على الخضرة بزاف، إوا قلت علاش لا أننا ندير ليه طبق مغربي. المهم غادي نمشيو للمقادير. بالنسبة غادي باش انا خضرت بالبصله معسله. المهم انا غادي ناخذ البصله ديالنا كما تشوفوا معايا باش غادي نعسلها. اول حاجه تندير البصله، ندير فيها الزيت ونخليها حتى تطيح ليا تولي ليا مذهبه، وعاد ترجع ليها. المهم غادي نمشيو باش غادي نديرو البعويده. غادي ناخذ واحد طبق اخر غنزيد فيه الزبده، القرفه، السكر سنيده، غنزيد عليه الباودر ديال الزهر، راه موجود عندنا في المغرب اللي ما عندوش يدير الماء زهر. اوكي غادي نخليوه تيذوب وغندير عليه بعويده، اللي انا ديجا هاد البعويده هادي شديتها وفورتها، ما خليتهاش تفارت ليا بزاف، المهم فورتها غير المهم ولات رطبه شويه وحيدتها باش ما تجيش معجنه. المهم وغادي نحاول انا كما تشوفوا بعويده راه قشرتها غير على هكا يا كديكور وصافي، حاولت اني نعسلها من الجناب اللي فيهم اللي مقشرين، تنركز على الجناب اللي فيهم اللي محيده منهم القشره باش يدخل ليه السكر وداك الشيء. اوكي المهم تنخلي هادو على جانب، انا راه في نفس الوقت في الكوزينه تنخدمه هنا وهنا وهنا باش ما تنضيعش الوقت. ناخذوا هاد اللحم هذا كما تشوفوا معايا، تتكون هاد البلاصه هذه فتيه في الحولي، ما عرفتش شنو شي بلاصه في الرجل في الكتف والله ما عرفتش شنو هي. المهم هذه تتكون زويونه. غادي نمشيو باش غنشرملوها كما تشوفوا معايا. خديت واحد البانيو اللي درت فيه القزبر يابس خبره، درت فيه الزعفران، السمن الحامض مصير وصافي، والزيت البلديه، وغادي نزيد عليه واحد الكاس ديال الماء سخون باش غادي نخلط هذاك الشيء، وغادي نشرمل به اللحم ديالي. انا راه تركز على الزعفران بزاف بزاف باش تبقى لي ديك المريقه في الاخر خاطره وفيها المذاق ديال الزعفران. اوكي وصافي، وغادي نديرو طيب، غنزيد عليه واحد الكاس ديال الماء ونسد عليه ونديرو طيب على ماهل ونخليه بخاطره. في هذه المرحله هذه غادي نخلي هذاك الشيء وغندوز للمرحله ديال الكسكسو كما تشوفوا معايا. بالنسبه للكسكسو انا تنغسلو، كلمة تغسلو تشرشو بالماء، ولكن انا تنغسلو الصراحه لحقاش يدوز من بزاف ديال اليدين وما تتعجل ليا ما حتى حاجه. صافي تنديرو تيفور الطفويره الاولى كما تشوفوا معايا. غادي نشد انا الحليب ديال الكوكو، نتوما على حسب شنو عندكم في الدار ديروا غير الحليب، ما المهم ما تنديرش الماء، ما هاد السفه هادي ما تندخلش فيها الماء كاع نهائيا. صافي غادي نسقيها بالحليب ديال الكوكو، من بعد ما تسقط غنديرها تفور. التفويره الثانيه هي هذه اللي كتشوفوا معايا، غادي نزيد عليها مليحه وغنزيد عليها عاوتاني الحليب ديال الكوكو وصافي، ونخليه حتى يشرب ونديروه يفور. والتفويره الثالثه ثاني نفس الشيء. صافي حتى تنديروا ثلاثه تفويرات. غادي نمشيو للبصله ديالنا اللي خلينا تطاحت لينا ولات ذهبيه، زدت عليها الزبيب وزدت واحد المغرفه ديال هذيك المريقه ديال اللحم ديالنا باش ياخذ دوك التوابل ديال اللحم. المهم زدت عليها السكر، زدت عليها القرفه، زدت عليها هاد الغبره ديال الزهر، وزدت عليها حتى الزعفران كما تتشوفوا معايا. صافي وغادي نخليو يتعسل مزيان مزيان حتى يطيح، هي راه ديجا طايحه ولكن عاد نخليو يزيد يتعسل ليا مزيان ودخل لي هذوك التوابل اللي درنا يدخلوا للبصله كما تتشوفوا معايا، تجي معسله وذهبيه وزويوره. المهم غادي نمشيو للمرحله ديال الكسكسو. من بعد ما تفور لينا كامل شدينا درنا الحليب ديال البوريسيما، درنا الزبده البلديه، هاد السكر ديال الزهر درناه، الفاني وسكر ديال الباودر سكر كلاصي، بغيت نقول لكم سكر كلاصي، وغنزيد عليه الكوكو. هذاك الشيء كامل غنخلطو ونخليه على جنب. غنمشي غادي ناخذ واحد صافي غادي ناخذ واحد الطحانه اللي غندير فيها اللوز، كل اللوز والغدير والبيستاش واكاجو. المهم نتوما على حسب اللي عندكم في الدار ديروا الزبيب اي حاجه عندكم، غير اللوز كاين ديروا. صافي تنطحنوا ما تطحنوش بزاف، تنخليوه شويه حبوب. اوكي غادي نمشيو ناخذ واحد الكاسرون اللي غادي ندير فيها كاس ديال السكر، غنخليوه حتى يذوب لينا هكا، وغنزيد عليه الزبده. الزبده راه ما بانش لينا هنايا، غندير واحد المعلقه ديال الزبده راك تشوف واحد شويه تيبان فيها. صافي غير ما ردوا البال ديالكم لحقاش راه مع السكر والزبده بارده راه داكشي تيطير. صافي غادي نخليوه حتى تذوب وغنزيدو عليه واحد الكاس ديال الحليب. غايبان لكم بلي انا السكر راه عقد لينا، ولكن مع التحريك راه ما تيبقاش عقد، تيرجع كيما كان في الاول. صافي غادي نزيدو عليه كاس ديال الحليب ونبقى نخلطو في نفس الوقت، حنا تنخلطو حتى تيذوب لينا داك السكر بشويه بشويه، تنخلطو تنقص عليه البوطه ونخليوه على خاطر، كلشي تيدار بالخاطر. صافي غنزيد عليه واحد المعلقه ديال مايزينا كما تتشوفوا معايا باش يختار لنا هذا الخليط هذا مع التحريك.
صافي نخليوه تيتحرك تنحركو تنحركو حتى تيدوب لينا. وهاد هاد الكريم كراميل هي اللي غنزيدو فيها ديك هادوك البيستاجو قرقاع واللوز وما يهم اللي عندكم كما قلت لكم غنزيدو عليه، وغادي نحركو حتى تيدخل هاد العناصر كاملين ندخلو في ندخل ليهم الكريم كراميل هكايا. راه غير هادي راه بوحده راه تاكلوها غير بوحده. صافي هادي هي باش هي باش درت الكسكسو السفه ديال الكسكسو، درت الطبقه طبقه تندير الكسكسو طبقه وتندير هادي من الوسطى طبقه. المهم هادي هي المعلكه اللي تنديرو. صافي غادي نمشي انا بالنسبه لي خديت هاد الطبق هذا لحقاش انا قلت لكم هادشي كله هو راه دايره ماشي في الدار عندي، دايره في المدرسه عندي يونس راه جايبه كلشي معايا. صافي فرشت درت الطبق اوفال فرشت ليه الخوص صافي. تنحاول انا تنقول عندك عنك نسيت شي حاجه والله تجيب هادشي كامل الجبل ومغطيها بالمانطا باش ما يبقاش ودير لي الالومنيوم والكاغيط غير باش ما يبرش ليا، ولكن ضروري تتقيسوا شي البروده. المهم الحماد ديالنا قلت لك راه تيجيو فتيين تخليهم تيطيبوا مزيان مزيان. المصور ديالنا يونس زعما راه دار راسو راه مجهد بغى يقول لي راه نصور لك من الفوق باش يجي طبق واعر وما عليناش مو معلقه رقيت لي صور ليا. صافي تنحاول انني نحط هاد الحيمات هادو كاملين على جنب، والكسكسو خلاص درتو في الطبق ديال انني فاش غادي نحطو. درت كما قلت لكم درت كسكسو في الاول وحطيت نتوما تيبقى لكم الاختيار ديال الزواق. شتي هذيك التعليكه ما بغيتوش ديروها وسط الكسكسو ما ديروهاش، ديروها كريكيبات وحطوها في الجناب ديالو على اللي بغيتو نتوما. عيرت تجي غزاله الصراحه ديك التعليكه تجي معتبره. لعتو داك المذاق ديال الكوك اللي حقاش قلت لك فيه الكوك الكوك غبره وفيه الكوك ديال اللي سميتو ليكويد ديال الكوك سائل. وصافي وتنشدو هذيك بعويده ديالنا انا زوقتها في شي جنجلان هكا عيبات عتو واحد شويه ديال الديكور. ما بغيتش نكثر ما بغيتش ندير الخضره وندير هذاك الشيء ديال التخربيق باسكو انا قلت لك عارفاهم اصلا هما تيجيبوا الخضره. صافي داك الشيء خفيف ظريف ماشي ضروري انه خاصو يكون عامر بزاف بزاف بزاف. صافي تنحاول انا نزواق واخا كنت معتمده انني غندير واحد الزواق اخر، ولكن شي حاجه ما تكونش ليك عندك في الدار واخده فيها راحتك بشويه ماشي بحال ما عليناش. المهم حاولت انني نزوق نديرو بالبيض كتبو ديرو في الجنب ما بغاش يزقى ليا صافي وانا نديرو من الفوق، ولكن الفكره ديال الفوق انها راه جا زوين في الديكور. صافي غادي هذاك البيض غادي نشدو غادي ندير ليه هذاك سميتو هذاك الذهب تقول لي يوسف يتكال تقول لي والله الا راه تيتكال اصلا خاص بالاكل ما بغاش يزقى لي ياكلك من البيض تماك. صافي تنحاول انا نزوق. المهم راه الديكور كما قلت لكم تيبقى لكم نتوما كواحد اش اللي تيبان ليه في راسو، واخا انا ما كانش مقنعني هاد الديكور كنديرها في راسي حوايج اخرين ولكن ما جاتش ما كانش عندي حتى الوقت اصلا. كنت باغا ندير الحوايج اخرين في الطبق هذا هاك تحاول انا ندير الحكايه بريوات سيجار في الجناب ديالهم، ولكن ما كانش عندي الوقت والله حتى السبت ما قالها ليا هو اصلا حتى السبت العشيه يعني امتى غادي نتقدى حتى لحد في الصباح عاد تقديت وما بديت هذاك الشيء حتى لحد تقريبا مع ديك الجوج هكاك وانا في الغد راني خدامه. صافي كيما طاب لي داكشي كلشي غلفتو قديتو حتى الغد سخنت وانا نديه ليه المدرسه قديت. صافي هاد لاصوص هادي راه ما نعاود لكمش كي جات راه جات بنينه انا راه كليتها بالخبز غير بوحدها شديتها حطيتها على اللحم تنحاول انني نحطها على اللحم. هذيك لاصوص بقات تعقد ديال اللحم فاش طاب اللحم خليتها تعقدت مزيان ونزيدت ليها واحد شويه ديال الزعفران درتهم هكاك شعيرات كبار باش يبقاو باينين. صافي زوقت باللوز كما قلت لكم الاختيار ديالكم اللوز الاختيار ديالكم اللوز ناري سوري الاختيار ديالكم نتوما في الزواق ها اللي بغيتو ديروه. ايوا هذا هو الطبق ديالنا كما تتشوفوا تنتمنى يكون عجبكم وتجربوه واخا غيكون الناس جربوه ماشي زعما يكونوا ديجا دايرينه وكل شيء كيما عليناش يلا. المهم تتمنى الطبق يعجبكم وشكرا لكم على المتابعه ديال الفيديو ونتلاقاو في حاجه اخرى ان شاء الله ما عرفنا شنو غادي تكون. المهم ديما انا فهادشي ديال اليوتيوب ديالي ديما تيكون حاجه مغايره. يلا مع السلامه.